السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير. الحمد لله على سلامتكم. أنا الصيدلانية زهراء رياض، أخذكم بمادة الصيدلة الصناعية الجزء العملي مختبرنا الأول هنا، اللي هو Introduction in Industrial Pharmacy and Pre-Formulation. Industrial Pharmacy concern with the conversion of raw material into a certain dosage form and large scale. يعني هنا عند الصيدلة الصناعية تهتم بتحويل الraw materials، المواد الخام، إلى أشكال دوائية معينة على نطاق واسع. عند Department of Drug Factory يعني أقسام المعمل الدوائي، عند Research and Development والProduction والQuality Control والNon-Laboratory يعني قسم البحث والتطوير، قسم الإنتاج، هذه أقسام المعمل الدوائي. الإكيوبمنت، الأجهزة اللي ممكن أستخدمها في تصنيع أشكال دوائية مختلفة. أول نقطة عندي الموتور درايف أند أكسسوارز، يعني المحرك وملحقاته، عند الميكسر، الميلر، الهوموجينايزر، جرانيوليتر، والكوتينج بان أند البوليشينج درام. الميكسر إلى أشكال مثل كيوب أو كون في شيب أو دبل كون ميكسر أند زد شيب ميكسر. الميلر اللي هو البال ميلر، هاي هنا عندنا بالموتور درايف أند إتس أكسسوارز. النقطة الثانية الدرايرز أند الأوفنز، اللي هو يكون تراي دراير، فريز دراير أو ليوفيلايزر، والهيوميديتي أوفن. الفلو ميتر مقياس التدفق، والبارتيكل سايز ميجرمنت هنا قياس البارتيكل سايز، حجم الجزيئات مثل الفبريتر والكولتر كاونتر والسبسيف سايزر. وعندي التابلت ماشين. النقطة الخامسة التابلت ماشين اللي هي آلة صنع الحبوب، مثل الأجزاء تتكون من أجزاء أساسية اللي هو الهوبر، الفيدر، الداي، والأبر أند اللور بانش، والجيم. عند الإيفالويشن أوف تابلت، يعني بعد ما أصنع التابلت لازم أجري عليها اختبارات، اختبارات تقييم هذا التابلت من ناحية الهاردنس والفرايبليتر والديسانتجريتر والديسوليوشن تيست أبريتس. يعني التابلت بعد ما أصنعها لازم أختبر الهاردنس، الصلابة مالتها، والهشاشة، والتفكك، والديسوليوشن، معدل التحلل. يعني حتى أضمن أنه هاي التابلت أثناء تصنيعها وخزنها ولحد ما توصل لي البيشنت لازم تكون محافظة على قوامها وعلى شكلها من ناحية يعني من عندي الصلابة والهشاشة، فلازم أنا أختبر هاي الاختبارات للتابلت حتى تكون محافظة على شكلها وأضمن وصولها لي البيشنت بصورتها الصحيحة. عندي هنا الكبسول فيلنج ماشين اللي هو راح يكون مانيوال، يعني عن طريق اليد. عندي بالباودر دراج أملي بالكبسول، اللي هو عندي الغلاف مال الكبسول أملي يكون مانيوال. والسيمي سوليد دوزج فورم اللي هو الجهاز المستخدم في تصنيعه، الدبل جاكيت ميكسر. وعندي السبوستريز اللي هو اختبر، لازم من اصنع السبوستريز اختبر الملتينج بوينت واختبر الهاردنس. عندي الأمبولز، الأمبولز هنا عندي الأمبول فيلنج أند سيلنج ماشين اللي هو آلة تعبئة وختم الأمبول، والليكر تيست أبريتس يعني جهاز اختبار التسريب، يعني لازم يكون محكم الأمبول، والكلاريتي اللي هو الوضوح، والسيريلايزيشن يعني لازم يكون تصنيعها بطريقة معقمة من يعني عن طريق الأوتوكليف والفلتريشن والأسبتيك أريا. النقطة الأخيرة عندنا الأوينتمنتس، المراهم، هنا أنا أصنعها عن طريق الفري رولر ميكسر والكولابسبل كلوزر. الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو البري فورميليشن. البري فورميليشن اللي هو maybe define the stage of development during which the physical pharmacist characterize the physical chemical properties of a drug substance in question which are considered important in the formulation of a stable, effective and safe dosage form. Preliminary information on the powdered الدرج مثلا الملتينج بوينت، السبيكترال داتا، ستراكشر اوف ذا كومباوند ار نيسيسري تو ستارت بري فورميليشن تيست. يعني عند البري فورميليشن هنا نعرف هاي المرحله انه هي مرحله مهمه في يعني من خلالها الصيدلي الفيزيائي لازم يكون يعني لازم يعرف الخصائص الفيزيائية، يعرف ويبين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة الدوائية المعينة اللي أنا جاي مثلا أصنعها بشكل دوزج فورم يعني معين اللي أنا أريده. فهذا لازم الصيدلي الفيزيائي لازم يكون ملم بالخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة الدوائية المعينة، لأن هذه الخصائص أو الخواص تعتبر مهمة جدا في تشكيل هذا الدرج المعين، خاصة حتى أحصل على شكل جرعة دوائية تكون stable وeffective and safe، يعني تكون مستقرة وفعالة وآمنة. أهم شيء أن تكون مستقرة وفعالة وآمنة، هاي من خلال أنه أنا الدواء المعين أو المادة الدوائية المعينة اللي أتعامل وياها لازم أكون على دراية بالخصائص الفيزيائية والكيميائية لها. مثلا
الخصائص كأن تكون ملتينج بوينت، درجة الانصهار لهذه المادة الدوائية، أو السبكترال داتا اللي هم البيانات الطيفية إلها، والستركتشر اللي هو التركيب مال هاي المادة الدوائية. هذا يعتبر مهم في إنه حتى أبدي أسوي البريفورميليشن تيست اللي هو الاختبارات اللي أجريها على هذه المادة المعينة حتى أصنع من عندها الدوسج فورم. البري فورميليشن تيست أو الاختبار ممكن أسوي هو الأورجانوليبتيك بروبرتي، الخصائص الحسية، مثلا الكلر، الأدر، والتاست. عندي الكلر يعتبر مؤشر مهم في المشاكل الاستقرار اللي تصير للدواء والتأثير الضوء، يعني هسه which may be used as indication of stability problem or effect of light، يعني يعتبر مؤشر مهم في يعني معرفة المشاكل الاستقرار اللي تصير على الدواء أو تأثير الضوء. الأدر هم يعني يعطيني مؤشر عن المشاكل الاستقرارية اللي تصير مثلاً عند الأستيك أسيد، أدر فروم أسبرين. التاس البتر سويت أستيك تاسلس، يعني الطعم يكون مر، حلو أو حامض أو بدون طعم. هذا يعتبر مؤشر جداً جداً مهم خاصة في تصنيع الأدوية اللي تكون للأطفال. يعني البيوريتي هنا جدا مهمة، لأنه عندي impurities may affect the appearance or stability of the compound. They also may be dangerous or carcinogenic. يعني وجود الشوائب ربما راح يأثر لي على المظهر والاستقرارية للمركب، وهذا يعتبر يعني أيضا هذه الشوائب تعتبر خطرة ومسرطنة. ممكن أن أقيس البيوريتي للدواء المعين عن طريق عدة طرق، مثلا عندي الأمبي، عندي كروماتوغرافي، مثل الـ HPLC. هاي فيما يخص الـ Purity. الـ Particle Size and Surface Area. Particle Size may affect the solubility of the drug, especially slightly soluble drugs. يعني حجم الجزيئات ربما راح يأثر لي، هو راح يأثر على الذوبانية مال الدرج، خاصة الأدوية اللي تكون الذوبانية مالتهم قليلة مثل الـ Glucosylvalvin. It's also effective for solubility. إذا راح يأثر على التدفق، قابلية التدفق لهذه المادة الدوائية. قياس البارتيكل سايز راح يكون عن طريق المايكروسكوبيك إكزامينيشن والسيفينج والسيدايمنتيشن واللايت سكاترينج، يعني عن طريق المايكروسكوب المجهر، عن طريق المناخل، عن طريق الترسيب. يعني هنا يستخدمون بقياس البارتيكل سايز. السيرفيس اريا راح تأثر على الديسوليوشن ريت والسوليبولتي طبقا لقانون أو معادلة نويز ويتني إكويشن، اللي هو الدي أي على الدي تي راح تساوي الكي أس بين قوسين السي أس ناقص سي. هنا أنا عندي الدي أي على الدي تي راح تمثل الديسوليوشن ريت، والكي اللي هو الديسوليوشن ريت كونستانت، والأس والسرفس أريا، والسي أس والكونستريشن أوف دركس ساتوريتد سوليوشن، والسي هو الكونستريشن أت تايم تي. البارشن كوفيشنت هو معامل التجزئة عند solubility of drug in two immiscible liquid. It gives an idea about the ability of drug to cross biological membrane. يعني ذوبانية الدواء في يعني عندي سوائل اثنين يكونوا غير قابلين للامتزاج، ذوبانية الدواء خلال هذه السوائل راح تعطيني فكرة عن قابلية هذا الدواء انه قابلية عبوره خلال الأغشية الحيوية. فهنا معاملة تجزئة نستخدمها حتى نميز أو نعرف هنا أن ذوبانية الدواء في هذه السوائل راح تعطيني فكرة عن قدرة هذا الدرج المعين لعبور البيولوجيكال ممبرين. النقطة الخامسة الديسوليوشن ريت، أو هنا معدل الذوبان أو التحلل. الديسوليوشن ريت is affected by solubility and particle size. معدل التحلل راح يتأثر بواسطة الذوبانية وحجم الجزيئات، خاصة عندي تعتبر هاي نقطة مهمة، وخاصة للدرج اللي يكون slightly soluble، يعني قابلية الذوبان عنده قليلة، وخاصة انه انا انطي اورالي. يعني هذا solution rate راح يتأثر به solubility والparticle size، خاصة يعتبر مهم بشكل خاص للslightly soluble drug اللي انطي اورالي. ليش؟ لانه هنا راح يأثر لي على الabsorption والbioavailability of drug، راح يأثر على الامتصاصية مال هذا الدواء يعني داخل الجسم، والبيابيليبولتي وفرة هذا الدرج بسيستميك سيركوليشن. فهنا أنا عندي الديسوليوشن ريت افكتد باي سوليبولتي اند بارتيكل سايز، ويعتبر هذا الشيء مهم خاصة للسلايتلي سوليبول دراج، سلايتلي سوليبول دراجز اللي هو الأدوية اللي تكون ذوبانيتها قليلة ونعطيها اورالي، بسبب انه هنا راح يأثر على الابزوربشن مال الدرج والبيابيليبولتي. البوليمورفيزم اللي هي قابلية وجود الدواء معين بأكثر من شكل،
بأكثر من شكل بلوري. فالبوليمورفيزم هنا is ability of existence of a drug in more than one crystalline form which have the same chemical properties but differ in the physical properties as the melting points و solubility and stability. يعني هي قابلية وجود المادة الدوائية بأكثر من شكل بلوري، راح تمتلك نفس الخصائص الكيميائية بس تختلف من ناحية الخصائص الفيزيائية، كأن تكون درجة الانصهار أو الذوبانية والاستقرارية. طرق لكشف البوليمورفيزم اللي هو عن طريق الميكروسكوب، عن طريق الهوت ستيج ميثود، الاكس راي باودر ديفراكشن، والاي ار والدي اس سي اللي هو الديفرنشال سكانينج كالوريمتريك والدايلوميتريك. النقطة السابعة عندي هنا السوليبيليتي الذوبانية. اتس سبيشلي امبورتنت ان ذا سوليوشن اوف سلايتلي سوليبل دراج. الذوبانية تعتبر مهمة بشكل خاص في تحلل أو الدرج اللي يكون الذوبانية مالته قليلة، ولازم إنه نزيدها يعني ذوبانية الدرج، نزيد ذوبانية الدرج عن طريق كوسولفنت، يعني أضيف مذيب يعني مشترك، أو عن طريق الكومبلكسيشن أو solubilization أو البي اتش adjustment، يعني نسوي تعديلات على البي اتش. فهنا solubility is especially important in the solution of a slightly soluble drug. يعني أقدر أزيدها عن طريق الكوسولفن كومبلكسيشن و solubilization and the pH adjustment. الاستيبوليتي الاستقرارية، أكو physical stability و chemical stability. الاستقرارية الفيزيائية من ناحية الهيجروسكوبستي، يعني إن أنا عنده الرطوبة والبوليمورفيزم واللايت افكت تأثير الضوء يعني تعدد الأشكال. هنا عندنا يعني الأشكال البلورية، فهنا physical stability من ناحية الهيجروسكوبستي والفولو البوليمورفيزم واللايت افكت. الكيميكال ستابيليتي من ناحيه الكيميكال رياكشنز التفاعلات الكيميائيه والاكسيديشن الاكسده والهيدروليسيس، وهنا عندي التحلل. الاختبار هنا عندي التاسع اللي هو الفلوابيليتي قابليه التدفق، وعندي النقطه 10 الدنسيتي الكثافه تعتبر مهمه بالباودر ميكستشرز، والفوتومتري اللي هو المقياس الضوئي اللي هو the study of the effect of light uniformation. هنا راح يدرس لي تاثير الضوء خلال الفورميليشن تشكيل الدواء. فهنا هاي كلهم يعتبرون البري فورميليشن تيست اللي ممكن انه اجريها على المادة الدوائية المعينة حتى نضمن وصول هاي المادة الدوائية للبيشنت بنفس يعني بالصورة الصحيحة، ويكون الدواء مضبوط عندي، واهم شيء يكون فعال وامن ومستقر. لهنا تنتهي ينتهي عندنا المختبر الاول لمادة الصيدلة الصناعية الجزء العملي.